السلام عليكم اخواني اخواتي، اللي مش انا شارت معكم هذا المارلين هذا اللي كيجي زوين وزيد في نفس الوقت وساهل. فهنا بالنسبه كما كتشوفوا انا خديت واحد الاناء فدرت فيه قشره ديال الحامض هو الاول، درت نص كاس ديال الحليب فذوبت فيه واحد نص معلقه ديال الخميره الفوريه، وهنايا غادي نضيف واحد نص كاس ديال السكر، وغادي نضيف واحد الكيس ديال زهره البرتقال، وغادي نضيف واحد الكيس ديال ياغورت هنا مسوس. المهم هذا راه مسوس هذا، فكنخلطوا هذا الخليط ديالنا مزيان. غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح، وغادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت، وانا خديت واحد تقريبا جوج كيسان ديال الطحين، المهم ميكونوش عامرين بزاف، مع كيس ديال الخميره. المهم تنخلطهم ومن بعد كنبقاو نضيفوا شويه بشويه، المهم على هذا الشكل هذا. فاحنا كنديروا الطحين وفي نفس الوقت كنخلطوا حتى كنخلطوا الخليط، يعني كيتخلط لنا الخليط مزيان. فهنا بالنسبه للطحين كتبقى على حسب النوعيه ديال الطحين، يعني ما بين جوج كيسان حتى تقريبا كاس ونص صافي. من بعد انا ملي كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان كناخذوا المول ديال المادلين كندهنوهم بالزبده وتنرشهم بالدقيق، ومن بعد كنحطوا الخليط ديالنا. بالنسبه للخليط هذا راه كيجي شويه ثقيل بحال هكا، يعني ما كيجيش داك الخفيف كاع بزاف، فصرا كيجيو زوين هذا بالنسبه لهم هكا. فالمهم تيبقاو هادو راه بدون بيض، يعني ما فيهمش البيض. من بعد هنا كنحطهم كندخلهم الفران على 180 درجه، وكانوا هادو هما المادلين هادو راه دغيا كيوجدوا. وكنتمنى الاعجاب ديالكم، انا كنبغي نشكر جميع المتتبعين اللي من المغرب وخارج المغرب، وكذا دائما كنتمنى التوفيق للجميع. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر.